David. Hi Anthony, how are you? Welcome to The Green. This is pretty much our home and we like you to feel like it's your home too. Ana esme Christina Hapshe, I'm from a little village in Lebanon called Deir al-Ahmar. So our food is, it has Middle Eastern Mediterranean influence, mainly Lebanese, because my heritage and my business partner Angela, her heritage is also Lebanese. كلاسي فانكي فريش اسمه ذا جرين، بتبلش بالقهوه وبعدين كل الصحون اجت على الطاوله. من وقت ما بتفوت الموسيقى اللي موجوده، الخضار، القعده هون مثل ستيج صغير برا السمول سمر جاردن، جوا الجو كتير حلو، كل العالم بتشبه بعضها مجمعه بعضها، اللي خلص سبور اللي واصل احد الصبح برانش، ناس كبار ناس صغار، كل جنسيات الدنيا فيكم تشوفون بتحسون بوجوه العالم يمين شمال، بس بالاخر القلب والنفس لبناني. وكريستينا من دير الاحمر، البارتنر تبعها من دير الاحمر من لبنان، وعم بيعملوا اكل لبناني مودرن. اخذوا لبنان حطوا زعتر، ركبوا له افوكا على جنب، زينوه تا الاجنبي يفهموا وينبسط فيه. اخذوا لحم بعجين طوروها سمكوها حطوا لها بيض عليها، اخذوا مافن يلي بتشوفوه يمكن عند الفاست فود كومبيتيشن، بس جواته مقانق فسموه ذا لبنيز مافن، وغيره وغيره وغيره. فلافل طلعوا شو حلو، فلافل بوشت ايج، ان اميزنج ستارت اند جريت بريكفاست. يلي ناطرينه وعم نشوف، بدنا نشوف هيدي شو، يلي هي طحيني بورج مع كراميل على الوجه. It feels fresh, it feels good, it feels welcoming. الخبزة هلأك شفتها على تشاركول جريل، ريحة الشوي، ريحة الفحم. بس قبل كل شيء منقوشة. نحن ببريسبن هيك بلش نهار. Great start, amazing start. أوه الزيتات، زعترات خفيف، حدية خفيفة تيفهمها كل حدا مش عربي. Just done right. عم فكر إذا حط لها بيضة أو لا. فينا نحط لها بيضة. أفوكا، لبنة، بيضة،
perfect start. You're Irish. Yes. And you work in a Mediterranean slash Lebanese place. Yeah. How did you manage to choose your ingredients, your za'atar? How did you understand our ingredients and put them into something that is modern and yet has all the flavors and richness? First and foremost, I understand food and produce. I am, I guess, a little bit more technical in my way of cooking. I read a lot as well. I read a lot of Middle Eastern cookbooks, and just really tried to understand the cuisine. What's the philosophy of this place? So you want people to come in and feel the Mediterranean? Yeah, we want it to be fresh and green. The green, right? It's there's plants everywhere. There's, you know, you got this. And your favorite Lebanese dish? I think my favorite thing is the banoush. And the favorite spice you're using a lot and enjoying? For sure, the za'atar. The za'atar. Za'atar all the way. Yeah. And this one is good. Neat, yeah. Clean. Yeah. Heck. هيك كل أكل الدين بمال وهول فريش ستارت بريسبن رح نتسلى رح نتضحك كريستينا صارت 8 سنين ما عشت على لبنان وهالصيفية إنها طالعة كل العالم رجع على لبنان هالصيفية بدنا نهتم فيهم بدنا نغنجهم بدنا نهتم فيهم كتير ونفرجيهم بلدنا ما بدنا ننق رح نكفي وعم نبرم وعم نكتشف بريسبن 24 hours قديش فيها نفرجيكم اياها بسرعة صارنا اليوم واحد بيعرف واحد التقينا حبيب القلب تعا شو عاملين لحقونا كلنا بنعرف بعض رح نطلع بعد شوي كل واحد جده بيو بيعرف حدا رابط ابن عمي and so on and so forth وصلنا هلا على هيلانيكا قاعدة كتير حلوة فايب كتير حلو كمان فول it's Sunday morning فول 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 حد البيسين وجوا الناس قاعدة هيك لذيذة لقطنا المنيو انه لا جينا نشرب قهوة بس في اشياء كتير حلوة عليه اخذت الجريك فرنش توست عجبني الايج ساندويتش او الايج رول طلبنا كمان شيء ثالث هيك يعني ما رح اخبره انا تروقنا قبل شوي بس ما بيمنع تروق بعد مره ثانيه ونفرجيكم الاجواء الحلوه ببريسبن بذكركم شتا اتس وينتر تايم حراره رائعه 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 كانه صيفيه او الربيع عنا بلبنان اند ذا فايبس ار اميزنج ويتينج فور ماي فود مينوايل بيكولو almond milk اند اتس breakfast تايم صحون كتير حلوين كتير كتير حلوين مش عم بعرف اذا ببلش بهاي كتير حلوين عن جد بيرفكت اوكي بدهم ايتين فرح نرجع نبلش عن جديد تملى خبزة تملى قرشة all the flavors ما بيشبه شيء اكلته قبل بحياتي wait The flavor amazing مش معقول ان كان الزيت ان كان البيضة ان كان هالأسيدتي اللي موجودة it just pops up explosion oh wow Greek style egg roll مع لايم عصرة بيكن سميل فيزك كباب أبوكا
definitely an award winning place. So rich, so complex, phenomenal bread, beautiful ingredients, beautiful. هالبالانس اللي موجودة بين سموك، سبايس، اسيديتي، سويت، تاباسكو، بوم. واو، ماست اوردر. اند ذن شي مرتب خفيف ونظيف، كاراملايزد بانانز، Greek style French toast, nice cinnamon, والله أنا رأيي نحجز شي ليلتين زيادة. لا مش معقول، مش معقول، يعني مش عم بقدر لاقي الكلمات. إن كان الفرنش توست، إن كان قديش مش شربين سكر، قديش مش شربين حليب، قديش مرتاح، قديه فريش سيمبل، قديه واو، this is amazing food. I would say Michelin star quality in a very casual ambiance على البول. ما بعرف إذا بريزبن كلها هيك مثل بيفرلي هيلز أو نحن بلشنا من المحل الصح. First impression amazing, beautiful. واو، العجقة، الناس، كل شيء، الأكل exceptional. والخضار عم بيلحقنا من هون ومن هون. I'm loving it. سلام، صرنا عم نشوفك من جد. ايه كل شيء بنشوفك هلا عن جد. ايش عم يعمل هون؟ يا هلا يا هلا يا هلا. شو اسمك؟ سعيد. سعيد من وين؟ انا من الشمال، من الشمال، كفور العربي. كفور العربي، كيف لك يعني؟ كيف عم نعرفك؟ وقد صار لك من زمان؟ عمر عمر لي حوالي 60 سنة. بتحكي لبناني؟ مش لبناني انجليزي، لبناني. ما تحول على الطريق ما يعني. ما بعرف، لا ماني كل هالقد بالانجليزي، بحكي انجليزي بس. يعني تركت لبنان بس هو لبنان ما ظهر منك؟ لا، العوذ بالله، العوذ بالله. لبنان بلدنا، خي الله يحمي لبنان من الاشرار. الله يحمي من الاشرار حبيب القلب. انا عندي تي في جايب خصوصي تحضر بالقديسي والحديث الحلو عندي انا. الله يقويك، خلي لي اياك، ضلك بصحتك. قولي لهم وين التقينا، قولي لهم. نحن التقينا بدير الاحمر، وهلا نحن ملتقيين باستراليا ببريزبن. ايش من تعملي هون؟ ما نطلع بنتي، اولادي، اولادي، بنتي هون وصهري واولاد. بتحسوا حالكم لبنان؟ مش معقول. انبسطنا كثير فيك. دخلك دير الاحمر كلها ببريزبن؟ الاغلبيه. كيف ما نبره ما تشوف دار الاحمر. الاغلبيه بشره ودار الاحمر الاغلبيه هون ببرزبن. روح على يا. What's your name? My name is John. John. Cheese. انا صار لي 43 سنه. 43 سنه؟ نعم. وبعد اللهجه اللي بشره نسيتها. انا متعلق فيها كثير. بدك مين، بشري ولا صغارته؟ اي بدك، يلا بدك صغارتي. اثنيناتهم بس بشري كانت حلوه. ايه بشري كانت طلعت مزبوطه مليانه مليانه. ما يلا خبرني 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 شوي هون، خبرني عن الناس هون، خبرني عن اللبنانيه هون. هلا اللبنانيه بالبشراني
نبشر رونايه تكرم عينك. نحن عنا من كل المناطق بلبنان، من الجنوب، من الشمال، من البقاع، من الغرب، كلنا كلنا هون. وكمان بشري، كمان بشري، اهلا فيك ببريزبن. ما في منكم، اهلا فيك ببريزبن. بك على الفوت على الوصل صفينا السياره وحضنونا بمحبتهم. تشيز اكشن اكشن. سو بريزبن، اول شيء اهلا فيك ببريزبن كنيستنا مرمرون. بريزبن هي النموذج الحلو للمجتمع اللبناني، خاصة نحن كلبنانيين. أولاً هي مدينة رائعة، مدينة رائعة، مدينة حلوة كثير، وهذا الشيء بينعكس إيجاباً على نفسية الناس، وخاصة نحن كمجتمع لبناني، لأنه نحن مجتمع صغير هون. It's like a hidden gem، هي جوهرة مخبية هون بريزبن. بقى عندنا مثلاً كنيسة كمورنا، عندنا كنيسة واحدة مثل كلنا سبع نهار الأحد هون، في عندنا كنيسة ثانية لبنانية للروم أرثوذكس. سو عطول عتواصل مع بعضنا، عطول نتلاقى مع بعضنا، بنشوف بعضنا، رغم انه بسدني الجالية اللبنانية كتير اكبر، بس ما بيشوفوا بعضهم مثل ما نحن، كيف نحن هون يعني عندنا هذا الرابط. ومثل ما قلت لك هذا جمال بريزبن، انه هذه الشتوية لك شتوية نشا حلوة، الحرارة 19 20 درجة، بتنعكس ايجابا على نفسية الناس. عرفت كيف؟ ناس هون مرتاحة اكثر، مبسوطة اكثر، بتشوفهم تتلاقى بناس تكون عم تعمل رياضة الصبح ما بيعرفوا بيبتسموا جود مورنينج، عالم مور ريلاكست هون. 100,000 اهلا وسهلا فيك. ايش صاركم هون؟ انا 50 سنه رحتش ولا مره على لبنان، ولا مره، ولا مره. انا رحت مرتين، جيت لهون سنه 71 كان عمري 20 سنه اول طلعتي، بس ظل لبنان بقلبي. رحت مرتين الحمد لله، وان شاء الله برجع بروح بعد. بنحب وعلى طول بنصلي للبنان، والله الله يخلي لنا هالوطن ويصير وطن مثل ما لازم ويرجع مثل ما كان. الله يحميكم، الله يحميكم، ان شاء الله بنشوفكم بخير. اهلي يا رب، good luck على كل شيء. بنحضرك، بننطرك، بنحضر حلقاتك وبنعتز بكل شيء اللي بتقدمه، بكل بلد بتفرج عليها، بكل مطعم بتفتله، بكل كنيسه وبكل جرس تلمسه عم تلمس قلبنا. الله يديم، عم تفرجينا لبنان نحن وقاعدين باستراليا. ان شاء الله بتضلكم. الله يخلي لنا اياك، الله يقويكم، الله يقوينا كل العالم. الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. تمام حبيبي، عم بشتغل لك ثانك يو. قلتي لي عن ريحه لبنان، خليك ريحة لبنان معي، خليني وجهه. ثانك يو حبيبي، مظهر وموارد من لبنان. ايه ميرسي، اهلا فيك، اهلا فيك، نورت استراليا وبريزن كله. الله يحميكم ويحمي لنا الشعب اللبناني، الله يحمي لنا اياكم. مش معقول شو قلبك طيب، مش معقول. مغنوج لك تضحك وبتحكي وحكيتك محب لك، وفي من كل قلبك بتحكي، والله يحميكم بلبنان، عن صلي لكم هان يا رب، الله يحميكم. شو طيبة هالست، شو طيبة، شو طيبة، شو طيبة، مش معقول. خلي لي وجهك، الله يحميك، نورت بريزن، مش معقول. الله معكم، انا ابونا فادي سلامي، رعيت مرمرون بريزبن، ابرشيت استراليا المارونيه، صار لي 12 سنه بريزبن. كنت قبل منها بالقلاع مرجيون، خدمت 15 سنه، وبطلب من سيدنا اني اجي لهون، انتقلت على استراليا انا وعائلتي. بعم نخدم رعيه مرمرون اللي هي موجوده بولايه كوينزلاند باستراليا، بتضم تقريبا حوالي 300-350 عائله مارونيه، منتشرين بكل الولاية، اللي هي ولاية كتير كبيرة، بتجمع كل الكنائس، مش بس مواني، بتجمع اللاتين، الهنود، الفلبينية. ونحن بهيدي الكنيسة ببريزبن قلنا 9 سنين نعمل سجود دايم للقربان، يعني الكنيسة مفتوحة 24/24، ناس تجي بتصلي بالليل وبالنهار. وهيدي نعمة كانت كتير كبيرة لرعيتنا، فتحت رعيتنا مش بس على الرعية المارونية، ولكن على كل الرعاية اللي حول منا، على كل الجنسيات اللي بتجي وبتحب تصلي. الكنيسة مفتوحة لألون ومفتوحة لكل حدا بحب ربنا، بحب السلام وبحب الطمأنينة بحياته. حلم كنيسة مرمرون، رعية مرمرون، له أكثر من 30 سنة يحلم ويكون عندهم رعية كبيرة، كنيسة حلوة لمرمرون، لأنه مرمرون هو اسم كبير وجيل كبير وكنيسة كبيرة بكل العالم. بعد عن حقيقة الحلم، صلنا شي 3-4 سنين عم نشتغل على بناء كنيسة جديدة، قاعة كبيرة مع موقف للسيارات تحت الكنيسة. كنيسة رح تكون بتساع أكثر من 200 شخص، الصالون الكنيسة رح يكون كمان بساع
الرعية وأبنائها باحتفالاتهم ومناسباتهم، ونقدر بهذا المشروع نشيل سياراتنا عن الطرقات ونحطهم تحت الكنيسة حتى ما نعود نأثر على حدا أو حدا ينزعج منا. وهذا الحلم رواده من 30 سنة، وأنا بنعمة الله اليوم موجود ببريسبن مع اللي بعده من هالرعية أبنائهم وبناتهم لحتى نحقق الحلم سوا. أنا اليوم ككاهن موجود بأستراليا، كاهن ماروني، بحلم مثل كل كهنة أستراليا يكون عندنا كنيس واسعة وكبيرة. حلمي أنا وحلم الكنيسة المارونية بأستراليا وبكل العالم يكون عندنا كنيسة كبيرة، يكون عندنا كنيسة تحضن كل أبناء أو بناتها. ولهالسبب الحلم اللي راح يبلش قريبا بعد ما أخذنا موافقة البلدية نعمر الكنيسة ونقدر ناخد كل شيء منحبه لهالرعية اللي هو البناء الجميل، التجمع الحلو اللي بيجمع كل أبنائنا وكل الناس اللي حابة تيجي تصلي. وحلمنا بده يتحقق، بده دعم منكم. أول شيء دعمكم بالصلاة، محبتكم لنا، والدعم المادي بيكون دايماً هو شغلة أساسية تيجي بعد المحبة اللي أنتم بتحبونا فيها وبتحبوا كنيستكم. رائع عن جد، رائع الطقس، رائع الجو، رائع الرواق، رائع. انا بعرف اليوم نهار احد بس رائع بكل اشكاله. صار وقت الغداء وصار وقت صحن حمص ليتل بيروت. حلو الاسم، بيلفت النظر، ستريت فورورد لبنانيز بيسترو. I like it. معك فؤاد عايدي، الأصل من المينا بس سكان الكورة. جيت على أستراليا تقريبا من شي 20 سنة، قعدت بسدني شي 4 سنين، بعدين جيت انتقلت هون على بريسبن. It's beautiful, very nice, Queensland. وفتحت Little Beirut من تقريبا من شي 6 سنين، وعم نعرف الجالية اللبنانية اللي خلقانين هون مش كانوا بالأول ما عارفين شيء عن لبنان، حاولين نعرفوا هناك، مش هيك سميته ليتل بيروت، انه مثلا ليتل لحتى هيك لحتى يعرفوا شوي عن بيروت. وعم حاول قد ما فينا نعرف كمان الأسترالية عن تراثنا وعن ثقافتنا وعن اكلنا. نعمل دائما برامج مثل بنجيب فنانين وبنجيب طبل ورقاصة وهيك، نعمل يعني مثل فرجي شوي عن لبنان. الأكل اللبناني اللي عنا يعني هو منستعمل نفس المازة اللي بتستعمل المازة بلبنان، مثلا عندك كبكي ني، البطاطا حارة، البابا غنوج، الحمص، التبولة، الفتوش. حبيت المحل وقت ما فتنا، بيسترو فرنشي ستايل، بيفهموا الأجانب. عندما تفوت على هون بتحسوا كاوتشز، بنشز، امريكان ستايل. الديكور حلو، خفيف، لذيذ، صور يمين شمال، كولورفل، نايس فايبز، بار مفتوح، انين نبيد، حلو حلو حلو. خشب على الارض، منه مطعم لبناني مثل ما احنا متخيله، منه يوروبيان اوستراليان وات ايفر بيسترو او مطعم مثل ما متخيله، شيء بالنص. حمص، بابا غنوج،
توم مكتوب هيك garlic لبنه tree of dips تبولي فتوش vines حلومي keeping it simple لبن cucumber واو that's good شانكليش لوبيا مجدرة كبنية فلفل سلطة أرنبيط وبعدين الهوت ميزة سمبوسة تشيز فطاير سجق كالاماري شاورما بيف طاووق First things first. منبلش أول شيء بكسر العرق أكيد. وين في لبنان؟ وين في عرق؟ وين في نهار أحد في عرق؟ وين في جمعة في عرق وأكل لبناني مع كاس عرق غير شكل؟ منبلش بالعرقات يلي واصلين من لبنان وفي منهم وين ما كان. شو بدكم براند موجود وكلهم موجودين هون. فت من برا حبيت المحل. فتحت المنيو شفت ميزة لبنانية كلها سوا. وإذ أجيت هيدا على الطاولة. تعرف أنه هول ما تركبوا كرمالة هول هن هيك. هن هيك بتطلبوا الصينية الوحدة شيرينج بلاتر كلنا مع بعضنا فيك تاكل فتوش فيك تاكل تبولة فيك تتعرف على لبنان على زيتوناته على ثلاث انواع اللحمة اللي هن ميكس جريل تبعنا وبعدين شو بدك اكثر من حمص من لبنة من بابا غنوج والبطاطا حرة وهيك بتبلش القصة القصة كتير هينة بياخد الشوكة بتحط فيها بطاطا حرة بتحط فيها شوية حمص بتكون عم بتدوق القصة كلها سوا بلا ما تاكل خبز بتاخد شقفة اللحمة بتاخد منها حبة وبل بابا غنوج beautiful quality very nice textured بابا غنوج actually كتير مهم طعمته طيبة كتير طيبة fresh smoky nice olive oil back to the hummus creamy light good food في ناس ما قلت انتقد بس فيني اخبركم فيني اقلكم لازم تجربوها انا واحدة من اطيب الاشياء هي لبنة مع لحمة I really enjoy it creamy acidic وبتترك قيمة اللحمة فيها try it at home اوف يعني كنت حابب نكون كلنا سوا مجموعين وقاعدين كلنا مع بعضنا بس فيكم تجيبوا اصحابكم ان كانوا لبنانيه او اجانب او كلكم تجمعوا مع بعض وتفرجيهم فرجوهم نحن ثقافتنا او تعلمون تعلمون كثير مهم تعلمون تخيلوا جبتوا واحد استرالي وقلتوا له قرب تنعلمك سبقينا لحقك كيف بدك تعلموا اياها هيدي سبقيني لحقك لانه اجت النيه من كبه هيك بقلب الصحن ومنجلغم باصابيعنا كاسكون وكاس الجامعة وكاس اللبنانية بكل العالم تعرفوا ساعد تكون قطعت 10 أيام من السفرة ببلش هذا الإحساس تبع أوكي عبالي سمبوسك عبالي حمص اشتقت أكل زعتر أكتر وأكتر سبحان الله بكون مش معقول ترو ستوري بكون أول ما مبلش محمس برجر من هون ساندويتشز باكل كل شيء بحب كل شيء أندن كل ما بلش بعد أو بعد عن لبنان أو تزيد الفترة بصير أوكي هلأ عبالي حمص مع بطاطا هلأ عبالي سمبوسك مع لبنة اندن فتت وطيبين طيبين تتعرفوا كل الاوبشنز تتشوفوا وين عبالكم تتغدوا قلنا نتغدى محل تاني هونيك اكلنا الاساسيات هون رح نفلسفها شوي وصلنا على محل اسمه طربوش طربوش وفيروز لحقتنا من محل لمحل نايس بليس على الزاوية وناس هون هلو كومينج كتير حلو محل كتير كتير حلو على الكورنر سيارات نايس فيو شجر مش معقول عن جد حس حالي بيفرلي هيلز هيك كم سربوش النوم بالدار الأحمر الليلة أنا سخنت وصار معي كانسر وعملت عمليتين وصار عندي very bad anxiety
وما أقدر نام، ما أقدر أقعد، ما في ساتل داون، ما في ريلاكس. بعدين شفت أنتوني وتعرفت عليه بالصدفة. أنا قلت يا الله شو حلو النور اللي كان بقلبي بعده شعلان بمحبة لبنان، شعلتها وطلعتها لفوق من ورا أنتوني. من ورا أنتوني بدنا نشكرك على كيف خليتنا نرجع نحب لبنان. منحبه ما راح من قلبنا، بس خليتنا نندفع ونكون معك بكل خطوة، بالطريقة اللي أنت بتحكي فيها، بالطريقة اللي أنت بتفسر الأشياء. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. And I'm so glad to meet you. Thank you so much. Thank you. حلو 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 حلو، محل كتير حلو، الطاقة اللي بقلبه كتير حلوة، صور على الحيطان حلوين، البنشز، الجلد، الخشب، محل حلو، بريميوم لوكيشن، وناطر تذوق الأكلات. صحون بتشهي، فعلا بتشهي، المحل كتير حلو، من محلات حلوين حلوين يلي كافيه من ميل، ريستوران من ميل، لبناني بس خفيف قريب منه مفلسف. الالوان على الحيطان بفرجي سقفتنا مظبوط، بفرجي سقفة الاكل، فيروز، الترابيش، الطاولة الحلوة، الخشب معمول صح تقدر يحكي لبناني واجنبي بذات الوقت. ومثل ما انتبهتوا الناس اللي هون، في لبناني في مش لبناني يلي جايين تاكلوا اكل طيب. هالصحون الحلوين، صحون الحلوين حلوين يلي مش عم بعرف وين بدي بلش. حمص اخذت من شوي بس بعد بستاهل اكل حمص بعد. الفتوش، خبز محمص، عندن يلي كثير ناس بتجي لهون كرماله هي هيدي. هي المقانقه يلي ريحه دبس الرمان وصلها هون. Oh my God, wait. This is good. Ani, مطفية بالحامض. Very enjoyably juicy. بهاراتها كتير خفيف. And then kicks بالآخر. Sausage style. بريسبن عندها أكل لبناني كتير طيب. بنرفع الراس في تبة اللي حبيته كتير قبل. مشغول صح، مش معقول حدا ما يحب هذا الشيء، مش معقول ولا جنسية بالعالم تحب هذا الشيء. المهم نعلمهم يكلوهم صح. خبزة، حمصة، دب، and green ولا عنب، ملفوفين لفة حلوة، ديكور الصحن حلو، and then Oh, that's good stuff. Comfort, Lebanese, goodness.
خلقانين هون؟ نحن هون خلقانين هون الأولاد؟ وتعلمتوا ودقيتوا نحن من الصغار بنلعب موسيقى قبل المزمار وجاستن لوحده هلا من المزمار اوكي وحدك وحدي ولا مرة رحت على لبنان أحنا عالم بلبنان أنا وصغير بسمع موسيقى لبنانية وبسمع الديني وبلعب المزمار هولدربكي و وهون عنا جروب سحر انترتينمنت اسمه نعمل ويدينجز ونعمل ايفنتس وهيك اشياء واتس فان كله فرح مبسوطين ومع العالم ومبسوطين فيك اكيد بيست جوب ان ذا وورلد اونستلي عم فكر بس الجيران اللي على كل البلاكين شو حسوا هلا شو سمعوا خبيط ما في غير لبنان عم ضجه لا اكيد فاهم اكيد فاهم جايز ثانك يو سو ماتش لكن اذا حدا بده اياكم تجوا لعنده على حفلته او تدقوا له فون نمبر ام تليفون انستغرام سحر انترتينمنت اس اي اتش ار اي انترتينمنت في الانستغرام تيك توك ولا فيسبوك كل شيء ثانك يو اوكي ايوه فول باكج Lebanese Lebanese in Brisbane عايشين عنا Facebook page وInstagram Lebanese in Brisbane عمو, do a like please photo visit for news information كل شيء جديد بالبريسبن for anything Lebanese كلنا بنكون مع بعض إن شاء الله What's next picnic for a cause لبنانية مع بعضهم in the park that's next ومش رح خبرهم أني already أكل مرتين نحن هلا بمطرح اسمه شيروود بارك بارك حلو كثير كثير كبير وفي كل انواع النايتيف اوستراليان عاملينه مثل بريزيرف حاطين نايتيف اوستراليان تريز هون يلي صاير انه الجاليه اللبنانيه اليوم ببريزبن عاملين بيكنيك از ا فاندرايزنج لا فور الايدي ان لبنان عندها كانسر شي هير نيو بيبي بون وبنعرف نحن لانه الحاله بلبنان كثير سايقه سو وي تراينج قد ما بنقدر انه نجمع some funds for her لنقدر نساعدها through her treatment her and her baby thank you so much لك Anthony because you are providing وعم تساعدنا تنوصل هذه المسج هاد السيكونس بتبلش طاولة العرق الباربيكيو الولاد and then the naps اللي عم يعملوا غطة بعد العرق آخر شيء أهلا هلا ميديا أهلا وسهلا بأنتوني تفضل إجا أنتوني إجا أنتوني خويت 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 اهم شيء جات التبوله خويت واللحمه والتومات خويت شو عم بيصير هون مش معقول وي ميت اجين رجعنا تاينا بكل الشباب مش بس سيد احمد في اولاد ميخا كمان ايه بس بنص سيد ويوسف وميخا بتعرفوا جايز احنا مع انتوني يلا خليكم فيكم تاخذوا القرار كاس عرق او فنجان قهوه وشفه
شباب مبسوط اللي عم بياكل عم يلعب طاوله عامل سياست جريت فايبس اها وبنعمل عرق بلدي كمان هون هون بنعمل عمكان عرق بلدي بس شو بتشتغل بنبيع ثوم وبصل ثوم وبصل بيستورد بيستورد ثوم وبصل بيشتغل ثوم وبصل كيسك ضلنا اصحاب بعيد لبعيد في شخص اسمه بدر حبشي بمالبون إجا قابلنا 6 months 6-7 months okay. ونحن رجعنا جينا بعضه كيف ثابت أنه ضبيته على بعضكم وصرته ببريزبن مش بمالبون مش بسيدني أنا قعدت بمالبون أول سنة قعدت بمالبون اشتغلت بفابركة فابركة بتعمل خيطان اسمها بيرلوس okay. بيرلوس بيرلوس فاكتوري بالـ69 بالـ69 قضيت سنة بمالبون ورجعت جيت على سيدني قعدت بسيدني شي 6 شهور رجعت طلعت على بريزبن هلا تقريبا كم شخص من عائلتكم او من دير الاحمر موجود ببريزبن تقريبا ببريزبن من دير الاحمر اسم الصليب هيدا بدك تقول 80% من هؤلاء الموجودين هون من دير الاحمر يعني في شي 200-300 زلمه يعني مينيمم لا كزول ما لا بس كأشخاص ايه يعني كأشخاص مع أولاد ونسوان وكذا ايه في حولة وبقيت سقفتنا أو سقفتكم بدير الأحمر هي زيتها جبتوها لهون القعدة الجامعة كاس العرق اللهجة ما شلنا شيء ما محينا شيء لا بقى هي زيتها حقيقة نحن كنا نضل نشوفك على التلفزيون وكنا نضل نتفرج على عليك أنت وعن تعمل جوب عظيم عظيم كتير نحن عملنا هذه الباربيكيو لبت حبشي من شان بنت عمنا بالمستشفى وقالوا لنا انه سياب المستشفى ما عم فيها تطلع من المستشفى بقى عملنا هالحفله لبيت حبشي وفي كتير ناس من برا بيت حبشي كمان اجوا على الحفله انا كليتنا بنكون ممنونين وممنونين لكل اللي تبرعوا بهالحفله هيدي أحيا قلبي بوجود أحبابينا وأفرح يا قلبي بوجود أحبابينا قلب الأجواء جلت وصلت خيط المحب اليوم بقلوبنا وصلت ولما لي عابر زبن العنا وصلت ولقيت الله نطرك عن بوايب والله معهم والمكان احبابينا والله معهم والمكان احبابينا الله يكمل لبنان جبلنا وهجرنا الوطن وتركنا جبلنا لك بالغرب صفوة الزيتون جبلنا وعملنا صليب على لحجة يا دير خبر عن حنين قلوبنا يا ديري خبر عن حنين قلوبنا العين كن ألفين أوف
الله مثل ما بدك بقدرتك دايرنا يا وليك الشبيبي كلها حوالينا ودورنا يا ابوي وبشكرك حيث رحت عدايرنا وشفت الاهل وكل الاقرايا والله معهن والمكان احبابنا والله معهن والهيما كانوا احبابنا. And here we go. Overwhelming. مظبوط مثل ما قلنا، المنقل، الطاولة، كاس العرق، البيفي، السياستا، القهوة والموسيقى العالية، ما منضيع. هالقد رواق بالبارك كان بلا الموسيقى تبعنا. عم عشنا وشفناك اخيرا عشتنا بانتوني عكاشي وعنا الشيف اليكس كمان من لبنان. من الجنوب، اسمي نايلة حواس، لي 19 سنة هون، جيت اتجوزت وانا كنت نورس بلبنان، اشتغلت ل 15 سنة نورس، جيت لهون اشتغلت بالاكل لانه اكل طيب مثل ما بيقولوا، وبعدني الحمد لله مستمرة من 18 سنة. أنا سيد صالح من بزعون الأصل، سكان دهر العين. اشتغلت عندي long experience Regency Palace 95 لل 2000 Quality in Tripoli. بعدين سافرت على سويدن ستوكهولم، كنت هونيك عم نفتح ريستوران. رجعت رحت على شي سامي بس سي فود ريستوران لبنان. بعدين اشتغلت 7 سنين ببي بلوسون ورجعنا فتحنا المحل تبعنا انا ومرتي. هلا هون عندنا بدنا موف نيكست ويك على بيجر بليس، يعني هذا اخر جمعه هون لانه بالمحل. واهلا وسهلا فيك انتوني. اليكسي مرتا، الاصل من البترون سكان جنوب مرجعيون. عملت فندقيه بالتكوانه، خلصت الفندقيه وسافرت على دبي 10 سنين. جيت على استراليا على بي بلس بورت سايد في استراليا، صار لي 9 سنين. وهلا نقلت على بابا غنوش من الله راد بافتتاحيته الجديدة. أول شيء بشحه، ثاني شيء الجو بالمطبخ بياخد العقل. مطبخ صغير مترين بمترين بساع ألف محب وبيطلع منه أكيد كيترينج وكل العدة. عندهم صاج عم بطلع الدخنة، فهلا رح ناخد خبزة سخنة غير شكل. عندهم مكنة روبو كوب اللي بتعمل الحمص، زي حمص. What a great welcoming. اسمه بابا غنوج وعم بيكبروا وعم عم بتكون اول ناس عم تسمع انه عندهم فرع جديد بعيد 20 متر. هلا صورنا الارما بمنظر كتير حلو. اوكي ساش.
ما حدا يزعل. جبت لك طعمة لبنان وجبت لك ريحة لبنان. Thank you very much. Thank you, Anthony. حبيتهم، حبيت كثير، حبيت جو المطبخ، حبيت حبيت خبز الصاج البركة اللي بقلب المطبخ، مش معقول الايموشنز. اند ذن طاولة كثير كبيرة شفتوها جوا محضرينها، بس نحن جايين نفاجئكم الاكل. فركبت صحن 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 من كل شيء حطيناه هون. تشوفوا الجو، بابا غنوج وراي، البارك قدامي، كثير حلو فعلا هيك. فرح نقعد نعرف القصة، التاريخ، ندوق ونشوف قديش الأكل اللبناني بلبنان قريب من الأكل اللبناني ببريزبن. بزعون حبا كفا بزعون، كيف ما بعرف بزعون، بزعون هذا البيت القديم الحجر يلي على آخر بزعون حد نبعة المي، هالبيت العظيم، هالضيعة الصغيرة اللي مجبورين تقطعوا فيها ساعة تجددوا الطريق، ووصلت لفت من فوق بعد ما توصل على بشاري. بس أنا كنت بفكر أنه سيد الاسم اسمه كتير حلو، قبل كتير صغرتاوي مزبوط 100% كتير تغيري إيه لك إياها. فاميلي بزنس، أنت ومرتك، أنت بالمطبخ؟ يس yes. مرتك برا؟ مرتي برا إيه. أولادك عم بيرقدوا يمين شمال؟ أولادي بيخربوا. ونفس لبنان جبته لهون؟ أكيد. كم سنة صار لكم؟ كنا هون 2006 وقت حرب تموز. جيت اشتغلت بمطعم لبناني بيبلس 7 سنين، ورجعنا فتحنا المحل تبعنا، قلنا كمان شي 7 سنين هون، وهلا مثل ما قلت لك بدنا نفتح المحل الجديد نكست ويك. حبيت كثير سموسك جبنه حمص بلا توم، اكيد حلوه المكنه اللي جوا مهمه. كبه تبولة. نحن وين بده يوصل؟ هل هو محل؟ نحن بساوث بانك، يعني هي اجمالا هي احسن نقطة ببريزبن، هي النقطة السياحية تبع بريزبن، وين حد يعني حد السيتي. اوكي. وهي ساوث بانك باركلاند، يعني كل حدا بيحب يجي لهون اهلا وسهلا فيه. المناظر الطبيعية، الايفنتس، everything here. انا بعتقد رح لف هلا ساندويش شانكليش بخبز الصاج. على الصحة وهنا. جبت الخبزات، شفتوا الشرقاء كيف بيليلوا، خبرونا عن هالسان من غير شكل. واو، جود اميزنج كواليتي، سوبر اميزنج كواليتي. انا مش اكلها مع حمص، تضحك علي، مش رح اكلها مع حمص. خبزة عن جديد، طرية، خفيفة، لونه أبيض لأنه ما في طحين درا، بس أبيض عظيم. شوية شنكليش، بندورة، بقدونس، فليفلة. تفكر بس الزعتر والحمص بحسسوكم انه اف لبنان، طلع شانكليش كمان. يلا رح اوقف. فري لقم، تفضل حول. كيف فري هاجز بامريكا؟ كل واحد قاطع بعطيه لقمه. كمان رح تكون سفره المقانق. نعم انا عندهم روعه. بريسبن سيتي اوف لبنانيزم. انا بهارات الانفلوب، القشره، قرصه الحرب الاخر، الحموضه، الحامض، التطفيه، قرشه الجوزات، مش الجوز، الكاشو واللوز. خبرني شو انت عم بتخبرني هلا، انه صار في حدث كثير مهم بال 88 هو اللي حط بريسبن على الخارطه العالميه. على المضبوط خيي انتوني.
قبل ال 88 يعني كوينزلاند تعتبر منطقة العالم يعني تستهدفها بصعوبة. بوصولي هوني كشاب صغير المنطقة هون كانت سهول وحشيش على النهر فقط. وقت انفتحت وعملت المعرض سو عملوا الاكسبو 88 اللي هو زيت شيء مثل اكسبو دبي 2020 ابدا على هو زيته. بريزبن بيكام اوورد ناون سيتي انتقل البيت اللي كان بوقتها ب 20,000 دولار لملايين اليوم يوم حقه 4 ملايين وهو زيته البيت يعني لو في مجال روح خليك تصور شفته اليوم 4 ملايين البيت لانه يومتها بال الطوفان 75 فاتت المواعي على هالبيت اللي كنت انا ساكن فيه. زيته البيت كله كان متقدم للبيع ب 20,000 رفضناه لانه بيطوف. عد اخر مره للبيع ب 4 ملايين دولار. يعني انت اليوم مليونير وهمي. وهم. ريزورت هاي اند 5 ستار ريزورت سفره على المالديف. لا بريسبن مفتوحه للناس للشعب العادي نحن كل الناس تتسبح تتحس حالها عايشه على البحر مع الرمل للاولاد الصغار وراي يترشوا حالهم مي ونطوا كانكم ب 5 ستار ريزورت للناس. والله حلوه المدينه عن جد حلوه المدينة. وصلنا دقنا استحليت حبيت شكلهم لمعتهم لو فات تشوك 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 تشيب is good actually chocolate اللي دقتها بشوي لو فات بلوبري عظيمة and then comes banana all in banana بتماخذ بطريقة حلوة مثل كأن البوزة اللبنانية بس أنا ما خصهم أبدا ما خصهم بعضهم منا جيلاتو منا آيس كريم very commercial yet produced right بنانا طعمتها بنانا تبهتو فهمتوا علي feels good يعني ما أكلنا بوزة اليوم and just feels good. الجيلاري كتير بعيد عن إيطاليا. بلش انه شكلهم حلو الديسبلاي تبعهم مهضوم تو سكوبس حد بعضهم بدل ما يكونوا فوق بعضهم. هيدا اول مره بكل برميته حدا بيقول بدكم تحطوا ويب كريم ذكرتني ببوزه بشير تبعنا بلبنان. عندنا رامن دريزن which is you know my favorite ice cream and it's done right creamy ice cream macadamia supreme عم تفرط يعني ما فيها كتير حليب. واو. It's a good ice cream.
بالنص بين ايس كريم جيلاتو وكتير كوميرشال، بس فليفرز فيلز ناتشرال، مش مثل هونيك. هونيك حسيت حالي عن جد يعني انا اوفر. وتحت شو طلبت نسيت؟ وحدة تالتة شو كانت؟ سي سولت كاراميل. لا اي لايك ات. اول مرة بدوقها نيوزيلاند ناتشرال، اول مرة بدوق ايس كريم من نيوزيلاند. ويب كريم، كريم فريش، هاي انجويبل. سكر بس سبيشل، فيل سبيشل، تيست سبيشل. Amazing! How amazing! تحت الجسر بمحل متروك إجمالا الناس بتكب فوق زبالة، تحت زبالة، جرافيتي، ألوان، بنشز، أضوية، شجر، وأربعة خمسة بوبز، وعم تمشى من هون لهون، السيارات ما بتقطع، موسيقى. واو! How amazing! الأساس أنه على الساعة 7:30 عنا gathering، بس meanwhile عم نبرم تنصور المدينة. وقفنا على محل مثل ما شايفين البناية كانت كتير حلوة، فتنا لجوا huge space، يمكن في شي 2000 متر مربع، مطبخ، open kitchen، بار، اثنين عندكم brewery كاملة متكاملة وبيعملوا أكثر من 20 نوع بيرة، وبعدين عندهم ثلاثة هن بيعملون هون وطيبين كتير. بتفوتوا بناية المبنى القديم جيمينج لاونج، وبعدين المبنى الجديد يلي عمروه على البناية القديمة أو البيت القديم بلا ما يدقوا فيه. أول سؤال سألته لحالي كيف بيدفعوا أجار؟ شي 2000 متر مربع. It's a huge establishment. بيرته طيبة، جو حلو، موسيقى حلوة، هيك. بونستوب.
محل البيرة اللي فتنا عليه هو زيت الروف توب اللي طلعنا عليه، وهي البناية اللي علقانة على حديد راكبة كلها سوا. شفتوا الشقف الحديد راكبة مثل البازل، مسكرة على بعضها من فوق ومن تحت، راكبة على البيت القديم اللي فتنا منه تفتنا على البير جاردن. بير جاردن بناية بيوتيفل، طلعنا على السطح تنشوف كيف مشبركة شربة على بعضها، اندن فوق في روف توب شفنا وصورنا كل المدينة. تشيك جريت، رجعنا طالعين. صار وقت الميت اب. ميت اب بروف توب كتير حلو، اصحابه لبنانية كمان، بولين وداني، ضج شوي ففتت على اوضه مهضومه لذيذه مثل هيك ايجلو بقلبه، واحد بيتدفى عم تسمعوا الصوت والصدى. هيوج بليس، فكرت انه روف توب زغطور مهضوم، طلع في بيسين بول داي نايت. Honestly, Anthony, on behalf of Brisbane, thank you for coming, and thank you to the team for bringing Anthony to Brisbane as well. It's been amazing. The work you do all around the world is inspiring. The food I was telling you earlier today, even if I'm full and I'll look at your Instagram, I get hungry all over again. But thank you for coming, for making the time, and for help promoting, you know, Lebanese, and everything that they do around food and culture.